حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. سنخلد اليوم معكم إحدى بطولات الأمة وسنعزف أوتار النصر ونشد أغاني المجد على إيقاعات النصر المفعم بالحس الوطني وكل معاني الولاء للوطن. هذا الوطن الذي ما تنكر لنا يوما وما هان ولا استهان من أجل أن نكون في مصاف الدول الأكثر نموا وازدهارا. سنحتفل اليوم معكم مشاهدينا الكرام بذكرى نوفمبر المجيدة وبطيف الاستقلال وعبق التاريخ. سنحكي عن بطولاتها وعن جولاتها ضد الاستعمار. للحديث عن هذا الموضوع وتسليط الضوء على المقاومة الوطنية استضفنا لكم كل من مستشار رئيس رابطة المقاومة ومسؤول مكتب الشهداء محمد سالم والعلية، أهلا بك. والدكتور محمد المختار أستاذ تاريخ، أهلا بك. أهلا بكم سيادة المستشار. بما أننا في شهر الحرية والانعتاق عيد الاستقلال، حبذا لو تطرقنا لجوانب المقاومة لنحيي التاريخ ونستحضر الشهداء. في البداية، ما هو تاريخ المقاومة الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. في البداية أقدم تهنئة لعموم الشعب الموريتاني في هذه الذكرى المجيدة، ذكرى الاستقلال والتحرر. حقيقة ذكرى الاستقلال تستبطن بالضرورة الحديث عن المقاومة الوطنية وعن البطولات التي خاضها رجال كانوا هنا في هذه الديار ودافعوا عنها أمام الغازي الأجنبي. طبعا هذه المقاومة تطرح الكثير من الإشكالات. أولا الإشكال المتعلق بالزمن، زمن المقاومة في أي فترة بدأت، والإشكال الثاني يتعلق بمجال الجغرافي الذي جرت عليه هذه المقاومة، وطبعا بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالجدال الفقهي الذي ساد في مرحلة دخول الاستعمار الفرنسي بين مجموعة من الفقهاء ترى أن مهادنة الفرنسيين في تلك المرحلة أنها ربما فيها مصلحة للمسلمين وتحت طائلة الضرورة طبعا، ومن يرى عكس ذلك من يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى الهجرة وما إلى ذلك. طيب ما هي ظروف التشكل الأولى؟ عندما بدأت البلاد تواجه الغزو الأجنبي من أول وهلة كانت هناك مقاومة، كان هناك شكل من أشكال الرفض. ولعلنا نتحدث عن القرن السادس عشر عندما بدأ البرتغاليون يصلون إلى هذا الشاطئ، كانت هناك مقاومة تحدثت عنها المصادر البرتغالية يومها. بطبيعة الحال لم تكن منظمة ولم تكن لها قيادة موحدة ولم تكن بنفس الزخم الذي جرى فيما بعد، ولكنها كانت موجودة وتحدثت عنها المصادر. بعد ذلك وخلال القرون اللاحقة غلت هذه المقاومة موجودة بشكل أو بآخر إلى أن جاء القرن التاسع عشر، أصبحت متبلورة بشكل واضح. وهنا نتحدث عن التجارب التي خاضها أمراء ترارزة على الضفة الأخرى من النهر، ابتداء من الأمير عمر المختار ومرورا بابنه الأمير محمد الحبي، وكانت لهم أيام مشهودة مع الفرنسيين و يعني قاوموا مقاومة شرسة وحافظوا على تلك الربوع فترة طويلة من الزمن إلى أن اقتضت ظروف معينة وتغيرت شروط وموازين القوى، وبدأ الفرنسيون في الدخول إلى البلاد الموريتانية. أيضا في تلك الفترة يمكن أن نتحدث عن هذه هي الظروف التي نشأت فيها المقاومة الموريتانية الوطنية. بطبيعة الحال هي ظروف مواجهة الغزو الأجنبي، يعني هي المقاومة هي ردة فعل على الاستعمار، وبالتالي فالظروف التي نشأت فيها المقاومة هي نفسها الظروف التي دخل فيها المستعمر الفرنسي إلى هذه البلاد. لكن ما زلنا لحد الآن نتحدث عن مقدمات أو ما نسميه مقاومة استباقية. في هذا المجال لا بد من التأكيد على أدوار قام بها رجال من أمثال الشيخ سيدي الكبير الذي كان رائدا في هذا المجال، وابنه الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي وأمراء البراكنة في تلك المرحلة الذين تعرضوا لبعضهم للنفي وبعضهم للمضايقة. سوف تتطور الأحداث لاحقا ويتحول الفرنسيون من دولة لها أطماع ولها نهوض في المنطقة ولكن دون أن تدخل البلاد إلى مرحلة جديدة أصبحت فيها البلاد تواجه غزو
استعماري مكشوف، وهنا بدأت المقاومة تأخذ منحى آخر، منحى آخر، وبرزت في ثلاثة أشكال رئيسة. يعني يمكن أن نتحدث عن مقاومة ثقافية تتعلق بالفتوى ومقاطعة المدارس الفرنسية ومحاولة منع التجنيد في سلك العسكرية الفرنسية، وهناك وطبعا قامت بها المحاور والزوايا والعلماء وغيرهم. هناك مقاومة مسلحة اشترك فيها الجميع وقادها الأمراء والعلماء. طيب سنعود لأنواع المقاومة بإذن الله. سيادة المستشار، بما أنكم مستشار في رابطة المقاومة الموريتانية، ما هو تاريخ المقاومة الوطنية وكيف كانت بدايتها وما هي ظروف التشكل الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم. في البداية أهنئ الشعب الموريتاني كافة بهذه المناسبة العزيزة المجيدة اللي هي مناسبة عيد الاستقلال 61. وأشكر التلفزة الموريتانية على اهتمامها بهذا الموضوع بصفة عامة، تاريخ البلد وخصوصا هذه الحقبة المضيئة منه اللي ينقال لها حقبة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال. على كل حال، نحن على مستوى الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة حاولنا أن نتتبع هذه المعارك التي خاضها أبطال المقاومة ضد هذا الاحتلال، ضد المستعمر. نعم، أنا أفضل أن أسميه احتلالا لأنه كلمة المستعمر فيها نوع من الإعمار، ونحن في الحقيقة هذه الدولة التي احتلتنا لم تترك فينا إعمارا معينا، وكان احتلال بما يعنيه من دلالة. على كل حال، حاولنا تتبع هذه المعارك التي خاضها أبطال هذه المقاومة الوطنية ضد قوات الاحتلال. وكما مثلا أطر الدكتور لبدايات هذه المقاومة، لكن في الحقيقة هذا الاجتياح أو الاحتلال الفعلي لهذا البلد بدأ سنة 1903. فعلا المشروع كان يترأسه مناظر الحملة الاستعمارية في أفريقيا الغربية اللي هو إكزافيي كابولاني. وأول احتلال فعلي بدأ سنة 1903، لأن أول رتل فرنسي يقطع الضفة جاي يايس نحن إله كان سنة 1903 بقيادة الضابط اللي ينقال له دلابلان. وفعلا كانت رجالات المقاومة آنذاك جاهزة للتصدي لهذا المشروع، وبدأت المعارك، معركة سهوت الماء، معركة ألاق قيادة الأميرة أحمد دول سيد علي، معارك ميت مبود تقانت، تواصلت المعارك، والحقيقة كلها لها دلالاتها ولها وقعها ولها تأثيرها على المحتل. الكيفية التي تشكل ظروف التشكل، ظروف لا شك أنها كانت في الحقيقة ظروف صعبة جدا، لأن البلد كما تعرفون حينها لم يعرف مفهوم الدولة بالمفهوم الحديث، كان مجرد إمارات، كل إمارة مستقلة عن الأخرى شؤونها السياسية والاجتماعية جميع قضاياها، توحدوا كاملين إلين الصداو لهذا المحتل. وفعلا كانت مثلا موازين القوى غير متكافئة، لأن الاحتلال لديه جيوش مدربة وعندها عتاد متطور جدا، وبالنسبة للبلد آنذاك كانت لديه أسلحة تقليدية، ولكن ببساطة هذه الأسلحة اللي كانت في يديه استطاع أنه يحقق انتصارات ما خلقت يكون في شبه المنطقة اللي احنا فيها يكون فينا احنا.
انتصارات على العدو وعدلها موليب مجهود ذاتي. والحقيقة السلاح الفتاك الوحيد اللي كان يمتلك شنه هو إيمانه بقضيته وإيمانه بالله تبارك وتعالى وبأرضه ومجتمعه ودينه. نعم دكتور محمد المختار، بالحديث عن المقاومة الوطنية، ما هي أبرز دوافع تشكلها في ظل وجود عامل جديد وهو الاستعمار والمستعمر؟ هو أسباب تشكل يعني المقاومة وثقافة المقاومة وشعور هذا المجتمع بأن هذا المحتل الغازي مخالف في الدين، بأنه يستهدف الأرض ويستهدف القيم ويستهدف البلاد بشكل عام، وبالتالي يستهدف الدين أساسا، لأن المقاومة كانت من البداية عقيدتها العقيدة الجهادية بشكل عام، لأن المسألة قدمت على أساس أنه غزو نصراني لبلاد الإسلام، وبالتالي هذا ما جعل هذا هو ما اتجهت إليه الرؤية الإفتائية في البلاد بشكل عام. الذين قاوموا الفرنسيين قاوموهم تحت بند الجهاد، أن هذا محتل أجنبي، أنهم نصارى جاءوا يستهدفون البلاد والعباد ويستهدفون الدين الإسلامي ويستهدفون قيم المجتمع، وبالتالي لا بد من مقاومتهم ولا بد من التصدي لهم. وهنا طبعا المسألة التي تحدث عنها الأستاذ، يعني طبعا فوارق التسليح كانت كبيرة جدا، ولكن تعلمون جميعا أنه في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي بشكل عام لم تكن موازين القوى عاملا من عوامل المقارنة، لأن المسلمين في كل معاركهم ما انتصروا إلا عندما كانوا قلة، وربما من المصادفات أنهم خسروا معارك وهم كثرة، والآيات القرآنية شاهدة على هذا الاتجاه. على كل حال المقاومة أعتقد أنها كانت بدافع الدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والدفاع عن الحوزة والدفاع عن قيم المجتمع، وهذا ما جعل أغلب القيادات التي كانت موجودة في تلك الفترة ما جعلها تتجاوز نطاقاتها ومجالاتها الجغرافية الخاصة بها لتقاوم هذا وتجاهد هذا المحتل الأجنبي في ساحات أخرى. فنجد مثلا أمراء ترارزة يقاومون في الشمال، ونجد أمراء البراكنة يقاومون في العصابة وفي تقانت، ونجد أمراء أدرار يقاومون في الحوض، وبالتالي يعني مسألة جهاد، يعني وبالتالي ملاحم التي خاضت المقاومة في تقانت نيملان ويوم الدار وغيرها كانت شاهد على مشاركة جميع القبائل والتشكيلات السياسية يومها التي كانت موجودة. نعم سيادة المستشار، إذا ما أردنا تقريب هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلد للمشاهد، هل كانت للمقاومة خارطة تشكل أم أنها كانت عفوية؟ بالحقيقة هذه المقاومة جاءت بصفة عفوية في بداياتها، لأنها جاءت متلازمة مباشرة مع الدخول الفعلي لهذا الاحتلال. فمثلا كما قلت لك كانت هنالك معارك في الترارزة سنة 1903، مختار مول الحيدب شهيد هنا في الترارزة 1903، معركة تلاق كانت سنة 1903، معارك مويت مبود قصر البركة، هذه كلها في الحقيقة كانت في بدايات دخول الاحتلال. في المرحلة الأولى لهذه المقاومة كانت يمكن أن توصف بأنها غير منظمة، وكانت مثلا ردات فعل سريعة لوجود هذا الاحتلال في هذه البلاد، ولم تأخذ شكلا تنظيميا، ولكن في مرحلة بعد ذلك بدأت منحا تشكليا، واستطاعت أيضا أن تبرزه بقوة، أن تحرز نتائج وانتصارات كانت في الحقيقة لها دلالاتها الخاصة، وأثرت في معنويات المحتل ورفعت فعلا أثرت في معنويات المحتل سلبا، وأثرت في معنويات المجاهدين مثلا تشريفا وطموحا وإيمانا بقضيتهم،
ومواصلة لمشروعهم الجهادي الذي ظلوا يحملون لواءه. نعم دكتور محمد المختار، عندما نتحدث عن المقاومة الوطنية لا شك أننا نعني بذلك مقاومة مسلحة وأخرى ثقافية، هل كانت هذه الثنائية بالتزامن أم أن إرهاصات فهم أهداف الوافد الجديد كانت حافزا في وجود هذين الصنفين؟ يعني بالنسبة لي أشكال المقاومة الحقيقة هي كانت متزامنة، لأن هناك لدى بعض الباحثين أو الدارسين من يحاول أن يقسمها بشكل منفصل، وكأن هناك من يقوم بمقاومة ثقافية وآخرون يقومون بمقاومة مسلحة. هي في الحقيقة كانت جبهة واحدة، كانت جبهة متكاملة، كانت جبهة متكاملة، يعني كان فيها نوع من التكامل بين ما يعرف بالركاب والكتاب. القادة الميدانيين في المعارك كانوا في بعض الأحيان أمراء، وفي بعض الأحيان كانوا علماء، وفي بعض الأحيان كانوا قادة عشائر، وفي بعض الأحيان كانوا أشخاص عاديين، ولكن بشكل عام الفتوى الفقهية هي التي توجه العمل العسكري، والعمل العسكري يستند في شرعيته على هذه الفتوى الفقهية. وطبعا لا نكاد نجد واحدة من المعارك التي جرت في عموم البلاد الموريتانية إلا واشترك فيها قادة عسكريون من محاربون، ولكن إلى جانبهم أيضا علماء يفتون ويشاركون ميدانيا في المعارك ويستنهضون الهمم ويستحثون الناس على الجهاد، وبالتالي أعتقد أنها كانت جبهة واحدة، وربما هذا واحد من خصوصياتها التي أعطتها قيمة مضافة في هذا المجال. أريد لو سمحت أن يعني ما دمنا أشرنا إلى بعض الأسماء، أريد أن أنبه إلى أنه من الصعب جدا في حلقة أو في نقاش من هذا القبيل أن نقدم كل الأسماء التي شاركت في المقاومة، ولكن هذا لا يعني، يعني كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا بد من الإشارة إلى بعض الأسماء التي تركت بصمات واضحة جدا في مناطق البلاد الموريتانية المختلفة. أولا نشير في البداية إلى أن الاستعمار أو الاحتلال دخل من جهتين. الجهة الأولى هي الجنوب الغربي الموريتاني، هنا من أراضي الترارزة مرورا بالبراكنة وصولا إلى تقانت والعصابة وثم آدرا، وهناك منحى آخر دخلت منه القوات الاحتلال الفرنسي وهو مدن السودان الغربي، مدن المالية الحالية خاي وتيمبوكتو، ومنها تم احتلال المناطق الشرقية من البلاد الموريتانية. هنا أشير إلى أنه في الجانب الغربي كانت ترارزة طبعا كالإمارة الحدودية الأولى، وكانت هي في البداية خاض أمراءها حرب استباقية ضد الفرنسيين، وخاضوا حرب داخل الميدان الموريتاني، وأيضا في مرحلة معينة وصلت قوات الاحتلال الفرنسي إلى حدود الحالية الآن، يعني هذه الحدود الطارئة بين الولايات، يعني إلى الحدود بين ترارزة والبراكنة، والمختارمو اللي تحدث عنه كان من أوائل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن هذه الأرض، وبالمناسبة مثل به الفرنسيون كما فعلوا في مواطن عديدة. عندما وصل الفرنسيون إلى البراكنة تشكلت جبهة جديدة، هذه المرة ليست من البراكنة فقط وإنما من أمراء ترارزة الذين تم احتلال إمارتهم، ومن أمراء دوعيش الذين يخوضون حرب استباقية، ومن طبيعة الحال أمراء البراكن اللي هم الميدان ميدانهم، وهكذا كانت معارك ألاق وميت، وهذه المناطق هذه المعارك كلها التي خيضت كانت باشتراك بين هؤلاء. عندما وصل الفرنسيون إلى أفطوط سوف نجد أيضا أمراء يدوعيش، سوف نجد الأمير بكار وأبناء عثمان وأحمد محمود، وسوف نجد مختار الأحمد وغيره من الأمراء وقادة فصائل مجموعته. عندما نتجه شرقا سوف نجد مقاومة سيدي وللغوث في منطقة فلة والعصابة وسيدي والبناهي وأهل حجور الذين قاوموا مقاومة شرسة في هذا المجال، وعندما ننزاح إلى الشرق سوف نجد مقاومة الشيخ الكنتي ومقاومة أولاد علوش ومقاومة أولاد عبدوك في جبال النعمة وغيرهم. عندما نتجه شمالا سوف نجد بطبيعة الحال في تقانة
مقاومة القبائل بشكل عام التي اجتمعت في نيملان وفي تيجيكجا، ومقاومة حمد المختار ولي الحامد الذي كان رمزا من رموز هذه المقاومة. نعم، يعني هذه هي خارطة التشكل الأولى للمقاومة. طبعا لم نكتفي بعد، لأننا أمام مناطق أخرى ما زالت فيها مقاومة شرسة، الأمير سيد أحمد وقبائل الشمال التي خاضت معارك مشرفة جدا، والمعارك التي جرت في أم التونسي وجرت في البيرات وغيرها من الأيام المشهودة. نجد أن أبناء الشيخ ماء العينين وأهل الشيخ ماء العينين بشكل عام كانت لهم قيادة. هذا بشكل عام يعني قد لا يكون هو ما حدث، ولكن هذه هي خارطة العناوين الكبيرة بشكل عام المقاومة المسلحة. طيب شكرا. نعم، ما هو تعقيبكم على هذه الخارطة، خارطة تشكل المقاومة؟ فيما يخص إشكالية دائما تطرح ما يسمى بالمقاومة المسلحة والمقاومة الثقافية. نختار نقول أن المقاومة المسلحة والمقاومة الثقافية وجهان لعملة واحدة. كيف تنبني مقاومة مسلحة إلا على قاعدة دينية صلبة؟ لو لم تكن موجودة لما وجدت. لولا إيمان هذو المجاهدين بهذه الأرض، بالله تبارك وتعالى وبدينهم، بعد قاع وبنهم اللي منهم من استشهد منهم ذاهب إلى الجنة، ومن جريح في سبيل الله، لما قاوموا ولما كانت لديهم هذه القناعة وهذا الإيمان وحمل هذا السلاح البسيط في وجه هذه الحقيقة الأسلحة المتطورة. يعني أنكم أنتم ترون بأن سياسة الرفض التي واجهتها المقاومة الثقافية من جهة، وواجهتها المقاومة المسلحة، هي كانت السبب الرئيسي في خروج المستعمر. خروج المستعمر، كان المستعمر في الحقيقة هزم يوم قتل كبولاني، وأظن أن الدكتور قد نسي الجماعة التي نفذت مقتل كبولاني، جماعة أهل مولاي الزين وجماعة إديش التي نفذت مقتل كبولاني، لأن احتلال هذا البلد يرتبط بالحقيقة بهذه الحقبة، بهذه المرحلة، بالذات بكبولاني. نعم، إكزافيا كبولاني هو منظر الحملة الاحتلالية في أفريقيا الغربية جميعا. وكما تعلمون اغتياله كان 12 مايو سنة 1900 وخمس على يد هذه الجماعة التي ذكرت. المهم، المقاومة كانت هذه بداياتها، ولكن في الحقيقة هي استطاعت كما قلت ببساطتها وببساطة مثلا ما يحمله هؤلاء المقاومين من أسلحة ومن عتاد ومن مؤن ومن مثلا تخطيط، استطاعت ان تحرز انتصارات. معناها كان دافعهم دافع ديني ودافع جهادي، حيثما وجد هذا العدو يجاهدوا في سبيل الله. نعم، دكتور محمد المختار، ايهما ابرز وبقوه انذاك في تلك المرحله، المقاومه الثقافيه اولا ام المقاومه المسلحه؟ طبعا لا، يعني اعتقد ان مجال المقارنه بين المقاومه المسلحه والمقاومه الثقافيه هو يعني لا اعتقده وارد في مثل هذه السياقات. يعني اذا اردنا ان نقيم المقاومه الثقافيه لا نجد اكثر دلاله من تقارير الاداريين الفرنسيين. الاداريين الفرنسيين في ثلاثينيات القرن العشرين، وخاصة أولئك الذين كانوا مكلفين بتنفيذ السياسة الثقافية الفرنسية، أقروا بأن هذا المجتمع كان عصيا على تقبل الثقافة الفرنسية، وأقروا بأن المنابر العلمية ممثلة في المحضرة والمسجد والزاوية الصوفية أنها شكلت صمامات أمان قوية لهذا المجتمع، وأقروا بأنهم لا يعني يقول مثلا واحد منهم إنه بعد مرور عقود من تطبيق السياسة الفرنسية ما زال هذا المجتمع يتمسك بقيمه، أنه لا يوجد مجتمع بدوي يبلغ مبلغ الموريتانيين في العلم بالعقيدة والأدب والفقه، ولا تكاد تجد بينهم راعي إبل من أبسط الرعاة إلا ويترنم بالشعر الجاهلي. طبعا هذا إقرار من الفرنسيين بأن سياستهم الثقافية كانت أنها فشلت في 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 في, في, في
في هذا المجتمع فشلت في القضاء على قيمه وعلى ثقافته وعلى دينه، وهذا هو الأساس. بالنسبة للمقاومة العسكرية أيضا، طبعا لسنا في واردي مقارنة قوة الجيش الفرنسي، جيش احتلال مدجج بأعتلى أسلحة ببعض القبائل البدوية التي تفتقر إلى الكثير من مقومات القوة، من القيادة الموحدة والسلاح والمؤونة ويعني التخطيط والتنظيم. ومع كل هذا لدينا معارك مثلا شاهدة على أن المقاومة العسكرية أيضا كان لها دور كبير جدا وأنها فعلت فعلها. وإذا تطلب من الأمر مثلا تقديم أمثلة، وبالمناسبة سوف أعطي المثال الذي أشار إليه الأستاذ، أنا لا أستطيع أن أنسى معركة تيجيكجب، يعني هي معركة فاصلة من معارك تاريخ المقاومة. طبعا إذا أردنا أن نأخذ أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، نأخذ مثلا المعارك التي جرت في بلاد البراكنة وآفطوط، وهي معارك قوية. نأخذ معركة بوغادوم التي استشهد فيها الأمير بكار، والتي كانت معركة فاصلة في تاريخ المقاومة، يعني ليس بعدد شهدائها وليس بعدد خسائرها، إنما بنوع هذه الخسائر. يعني الأمير بكار يعني واحد من كبار أمراء البلاد وواحد من قادة المقاومة البارزين. إذا أخذنا معركة تيجيكجا والتي تمت في 12 مايو 1905، لا نتحدث أيضا عن العدد الذي شارك في المعركة، وإنما نتحدث عن نوعية هذه المعركة. هذه المعركة لم تستغرق أكثر من بضع دقائق، ولم يشترك فيها من جانب المقاومة أكثر من 29 شخصا، ومع هذا كانت معركة فاصلة. لماذا؟ لأن هؤلاء القادة الأبطال استطاعوا القضاء على رأس الحملة الفرنسية، وربما هذه واحدة من خصوصيات المقاومة الموريتانية. وأيضا أشير في هذا السياق إلى أن تقارير الإداريين الفرنسيين لتلك الفترة والوثائق التي كشف النقاب عنها بعد عقود من تلك الحادثة تثبت أن الفرنسيين أنهم وصلوا مرحلة من الإحباط إلى درجة أنهم كادوا يقررون الانسحاب من البلاد الموريتانية نتيجة هذه الخسارة الكبيرة جدا. بغض النظر طبعا عن تبريراتهم، العسكريون الفرنسيون يعتقدون أن كبولاني أنه فرط في قيادته. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الاحتياطات اللازمة، وهذه مسألة في إطار صراع المدنيين والعسكريين في سلك الإدارة الفرنسية. ولكن الذي لا جدال فيه هو أن قائد الحملة الفرنسية قتل، وأن الذين قاموا بهذه الصولة بعضهم استشهد في الميدان وبعضهم عاد إلى مضاربه، وبالتالي وحتى الذي ألقي عليه القبض وحكم محاكمة عسكرية لم يستكن ولم يضعف، يعني قدم معلومات وافية وأنقذ سكان تيجيكجا الذين كانوا معرضين للعقوبة تحت طائلة أنهم شاركوا في هذه العملية، وبالتالي أعطى كل المعلومات واستشهد وهو يعني قتل. يعني الفرنسيين هنا أيضا لا بد من الإشارة إلى أن ما تتبجح به فرنسا من حرية ومن قيم الحرب أنها لم تلتزم بها. يعني الفرنسيون يقتلون الأسرى والفرنسيون يمثلون بالجثث، وبالتالي هذه واحدة من نقاط الضعف في التاريخ العسكري الفرنسي في تجربتهم في موريتانيا. المعارك أيضا كثيرة جدا، معركة لبيرات التي جرت هنا، معركة أم التونسي التي على أبواب العاصمة هنا والتي كانت مفخرة من مفاخر المقاومة، معركة لبيرات التي أبيدت فيها كتيبة فرنسية بشكل كامل. المعارك طبعا لا يمكن حصرها، ولكن هذه أمثلة على أن المقاومة العسكرية أيضا كانت مقاومة قوية، والفرنسيون أقروا بذلك واعترفوا ببطولة هؤلاء المقاومين، واعترفوا بأنهم كانوا يقاتلون في ظروف صعبة جدا، واعترفوا أيضا وهذا ربما شاهد عليه معركة تيجيكجا أن هذه الخطط وهذه التكتيكات التي يقوم بها هؤلاء البدو أنها تعطي انطباع بأن لديهم تدريب في يعني مدارس عسكريه راقيه وان لهم خبره، والحقيقه انهم ليست لديهم مؤهلات عسكريه، وانما هي الفطره ايضا والايمان بالقضيه، وهذا ما نلاحظه في اغلب معارك المقاومه. نقطه اخيره اريد ان اشير اليها في هذا المجال،
وهي مسألة ترابط المقاومة بالاستقلال، هل المقاومة هي التي أدت إلى الاستقلال؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أن المقاومة العسكرية أنها توقفت أو توقفت بشكل شبه تام في شبه المنطقة في ثلاثينيات القرن العشرين نتيجة لعوامل متعددة، منها سيطرة القوى الاستعمارية وتنسيق هذه القوى الاستعمارية وقطع طرق الإمداد وقطع السلاح والقضاء على أغلب قادة المقاومة والرموز الكبار، ومع كل هذا لم تخلو البلاد من مظاهر مقاومة عسكرية يعني استمرت إلى الخمسينيات وما بعد الخمسينيات. الذي لا جدال فيه هو أن المقاومة الثقافية والمقاومة المسلحة ومن بعدها المقاومة السياسية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية أنها كلها كانت حلقات في تاريخ الحركة الوطنية الموريتانية ككل حركات التحرر في العالم، وبالتالي إن لم يكن هناك ربط بين هذه الحلقات المشرفة من التاريخ والاستقلال فماذا يعني الاستقلال؟ نحن نتحدث عن دولة وعن تاريخ شعب، وهذا الشعب قدم تضحيات ودافع عن هذه الأرض، وهذا هو كل ما حدث في كل البلدان الأخرى. لا يجب أن نتحدث عن استقلال نيلة على بساط من ذهب أو أنه هدية. الحقيقة أن قد يكون من عقوق هؤلاء الذين استشهدوا وقادوا هذه المعارك وأفتوا وهجروا الأهل والأحبة والديار وضحوا بكل شيء أن نقف اليوم في ذكرى الاستقلال ونقول الاستقلال لا علاقة له بالحركة الوطنية ولا علاقة له بالجهاد ولا علاقة له بالمقاومة. هذا أعتقد أنه ليس من الإنصاف ولا يساعد أيضا في بناء روح وطنية وتاريخ وطني. هذا ما أردت الإشارة إليه. سيادة المستشار، لا شك أن هناك الكثير من الدروس والعبر التي يمكن أن تستنبطها الأجيال من تاريخ المقاومة. ما هي برأيك أبرز الدروس من تلك الحقبة المشرفة من تاريخ البلد؟ أولا نحن في الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة الوطنية كل ما نسعى له هو تكوين هذه الذاكرة الوطنية لدى الأجيال حالا، جميل، وتربيتهم على هذه القاعدة الصلبة جدا لكي يدركوا أن هذا الوطن أمانة في أعناقهم، وأن هنالك آباء لهم وأجدادهم ضحوا بدمائهم بأموالهم بأنفسهم بأحبائهم بكل شيء بأرضهم من أجل هذا الوطن. الاحتلال، العالم يتشكل يوميا، ربما نتعرض لاحتلال جديد. إذا لم نربي أجيالنا اليوم على أن هذه البلاد ينبغي أن تكون مصانة، ينبغي أن نكون مستعدين لتضحية أنفسنا، نضحي بأنفسنا وبأموالنا من أجلها كما فعل الآباء والأجداد في الحقيقة، على ماذا نربيهم؟ ينبغي أن نربيهم على هذا، ينبغي أن ندرسهم سير هذو المجاهدين، ينبغي أن نوضح لهم الظروف اللي عاشوا فيها، ونوضح لهم الإغراءات اللي مد لهم المستعمر من أجل أنهم يتخلوا عن المقاومة، من أجل أنهم يتخلوا له عن هذا البلد، يقين رفضوا هذا، نختاروا يلا نربوهم على نعتوا لهم ذي الشراسة وذي الوقاحة وذي الغطرسة اللي عامل بها الاحتلال هذو المجاهدين اللي كان يدعي ومغروس في أذهان البعض، وللأسف على أن هذا الاحتلال جاء لزرع الثقافة والقيم والحضارة، وهو هذا جاء كامل منافيله، لأن كنت تتبعي تاريخ هذا المحتل في هذا البلد تجدي على سبيل المثال مختار مول الحيدب هذا إلين استشهد هون في الترارزة، قطعوا راسه ورفدوه، قطعوا راسه قبل دخل أحد المواطنين محليين وحاول أنه يستلموا من عندهم، إلين قبلوا بعد وعاد يدفنوا، إلين تخلصي الشهداء معركة جكجة، الشهيد الجريح الأسير أحمد العميرة واللباه اللي وحاكم في جكجة وعدت له محاكمة صورية وعيط للسكان تجكجة كاملين، وإن
نجتمعوا في البطحة مساء يوم 17 مايو وندقولوا دايتين وعلق بينهم نشنق. هذا لماذا معدل؟ إياك ينعت للموريتانيين كاملين أن هذا مصير حد كامل يعارض نظام فرنسا آنذاك، يعارض الاحتلال. نعم. أن حد كامل متبني خيار المقاومة، هذا هو اللي ينتظر. يسوى حي ويسوى بقية الشهداء الأخرين الستاية. أعظم أغلب الروايات تقول أنهم جمعوهم ودارهم في جمعوا لهم الحطب ودارهم في حفرة فم في البطحة في تجكجة، وأنهم قداوا عليهم النار لأنهم لحد الآن ما معروفة أضريحتهم، ما مجبور عنهم شيء. ما فعل بالأمير سيد أحمد لحمل العيد وديان الخروب، جاءوا الجثمان والطاهر وقطعوا راسه وجابوه الوالد تلاف دين. هذا دليل علاش؟ دليل على الغطرسة والتنكيل ولا أخلاقية هذا الاحتلال، وعلى أنه ما كان جاي لزرع قيم ولا كذلك. ما فعل بوجاهة قائد وجاهة للشيخ كذلك، قطعوا راسه في بلد وقطعوا ليدين في بلد مثلوا بجثمان. كذلك ما فعل بعدة شخصيات وعدة أبطال مجاهدين. معناها علينا جميعا أن ندرك أن هذا الاحتلال ترك شواهد حية على غطرسته وعلى عدم أخلاقيته وعلى عدم مدنيته أيضا. كذلك ينبغي أن نربي الأجيال على تاريخ المقاومة الوطنية، ومثلا نقول لهم وندرسهم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية على تاريخ هذه المقاومة وعلى أنه شيء مقدس، وإن كانت هنالك رموز ينبغي انها انها انها, إنها, تمجد. إنها تعود تمجد وتعود تصان. يلا عود على رأسها ابطال المقاومه الوطنيه. نعم. ابطال المقاومه الوطنيه، وراني هون لا افرق كيف قلت لكم بين المقاومه العسكريه ولا المقاومه الثقافيه، نرى انهم وجهان لعمله واحده ثبت شعب ومجتمع وهكذا. نعم. معناها الحل الوحيد لصمام الامان لمستقبل موريتانيا شنو هو؟ ربط الأجيال الحاضرة بماضيها المجيد، وتأكد هذا ماضي المقاومة. إياك يشعروا على أن هذا البلد أمانة في أعناقهم. إحنا الحمد لله ينبغي عندنا 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 فنانين سينمائيين، لماذا ما يعدلون أفلام سينمائية عن المقاومة، عن كل رموز أبطال المقاومة وعن قاع كل معركة من معارك المقاومة؟ يعدلوه انه يعود ينبث في حلقات ويتابع. نعم. تأكد على انها في الحقيقه ذي المقاومه مولي كيف قلت قبيل مقاومه مشرفه وحقق انتصارات، حقت انتصارات ما وحقت في شبه المنطقه. احد ما راه اعطاها الدكتور اللي هي مقتل كبولاني، نختار مولي ننبه على ان فم معركه اخرى قالها، معركه الموينان سنه 1908 بين أدرار وتقانت. هذه المعركة قتل فيها ضابط قال له مانجان. مانجان هذا استدعاته فرنسا من 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 النيجر، لأنه هو مؤسس في قال له فرق الجمالة هون في موريتان، لأنه قال لهم أن ذا المجتمع حد ما يعرف ركوب البل ويعرف مثلا التعامل مع معها، ويعرف مثلا بلد الآبار وبلد ما يقدر يستعمره لأنه عنده تجربة في النيجر مع نفس المجتمع. واستدعاه هون لأنه ضابط خصيص في اللي قال له مثلا إخضاع الشعوب، وتم قتله في معركة الموينان 1908. وكذلك ضباط آخرين تم استدعائهم هون أيضا، منهم العقيد غورو. عقيد غورو ملي تم استدعائه خصيصا لاحتلال أدرار، لأن هذه المعركة اللي تحدث لكم عنها الدكتور معركة تجكجة أوقفت مشروع الاحتلالي ثلاث سنوات، ما فيه تقدم نهائيا. عاد مش تقال على اللي قال له مثلا الدفاع وحماية وحداته فقط. نعم. لأن المشروع توقف من 1905 إلى 1908. نعم. حد المتوسط. شكرا لك دكتور محمد المختار. إذا كان التاريخ كما يقال هو ذاكرة المجتمعات، ما هي الدروس التي يمكن أن يستفيد منها الأجيال؟
شكرا. قبل ان اجيب على هذا السؤال لابد ان اضيف في فيما يتعلق باعلام المقاومه ورموزها، لابد ان اشير الى ان قاده الضفه كان لهم دور كبير جدا في هذه المقاومه، ومع الاسف بعض الكثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقه، ولكن عندما نعود الى تاريخ الضفه نجد انها ساهمت مساهمه كبيره جدا في هذا المشروع، وامثله كثيره، تجارب الحاج عمر الفوتي الذي كان قائدا اسلاميا بارزا وقاد جهاد ضد الفرنسيين في مناطق عديده، ايضا من الاسماء البارزه في منطقه الضفه الحاج محمد الامين الدرامي الذي قاوم الاحتلال الفرنسي واستشهد في معارك المقاومه وترك اثرا طيبا في تلك المنطقه، وتتحدث المصادر كذلك عن المقاومه الشعبيه حتى في سيلبا بان النساء الضفه كن يغلين الماء و يقذفن به جنود الاحتلال الفرنسي. الفرنسيون أحسوا أيضا أن المقاومة الثقافية في الضفة كانت قوية جدا، ولذا نجد في مذكراتهم حديث عن حرق عشرات المكتبات ومتابعة عشرات العلماء والمشايخ الذين كانت لهم أدوار كبيرة جدا في المقاومة الثقافية وحتى في المقاومة المسلحة. أيضا في منطقة الشمال لا بد من الإشارة أيضا إلى أعلام بارزين كان لهم دور كبير جدا، والمويشان والعروسي وغيرهم من 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 قادة المعارك التي جرت في هذه المنطقة، والميارة بطبيعة الحال، وقادة المقاومة قادة كثيرين جدا. يعني أنا لا أستطيع أن أقدم الأسماء كاملة، ولكن إذا بقي منها يعني بعض الأسماء فالحقيقة أن أدوارهم محفوظة، وهم أصلا لم يقاوموا من أجل أن يذكروا، ولكن قدموا تلك الخدمات يعني الجليلة دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن دينهم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ذلك المجهود. أعود إلى السؤال المتعلق بالدروس، الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه التجربة. أنا أعتقد أن التاريخ بشكل عام هو حقل للتجارب والدروس، لا قيمة للتاريخ إذا لم نستفيد من هذا التاريخ. التاريخ هو ذاكرة المجتمع. التاريخ هو مجموعة من النجاحات والإخفاقات، والإنسان العاقل الذي يدرس التاريخ أو يسمع التاريخ يستفيد منه باستلهام الدروس من التجارب الناجحة ومحاكاتها وإحيائها، وأيضا محاولة تلافي الأخطاء التي وقعت والابتعاد عنها. وفي هذا السياق أعتقد أن هؤلاء الأبطال وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء العلماء أنهم قدموا دروس يجب أن نعيها نحن اليوم، وأن نقدمها لهذه الأجيال التي نعايشها الآن، وهذا النشأ الذي لم يدرك تلك الحقبة، وأيضا واجب علينا أن نكتبها أيضا بطريقة علمية وبطريقة أمينة حتى تنقل للأجيال القادمة أن هذه الأرض كان بها مقاومون وكان بها أبطال وكان بها أحرار يستشعرون الانتماء الحقيقي لهذه الأرض ويدافعون عنها ويدافعون عن قيمها ويدافعون عن الدين الإسلامي، ويتصدون لكل غازي أجنبي يريد القضاء على هذه القيم التي أعطت مكانة خاصة لهذه البلاد. نحن ليست لدينا قوة عسكرية هائلة وليست لدينا قوة اقتصادية خارقة، إنما مكانتنا يعني هي بالثقافة وبالدين وبالقيم فعلا. وبالتالي هذه هي رسالتنا وهذا هو رصيدنا في العالمي. نحن نشرنا الإسلام في إفريقيا ونشرنا الإسلام في البلاد العربية والإسلامية، وهذه الصورة الناصعة عن هذه البلاد أراد الاستعمار طمسها والقضاء عليها وتصدى له هؤلاء المقاومون وهؤلاء الأبطال، فحري بنا اليوم أن نترحم عليهم وأن نخلد ذكراهم وأن نعترف لهم بهذا الجميع. شكرا لك الدكتور محمد المختار أستاذ تاريخ، ونشكر باسمكم أيضا رئيس رابطة المقاومة ومسؤول مكتب الشهداء الأستاذ محمد سالم والعليا، وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، هذه تحيات حنان محمد سيدي، في أمان الله وحفظه.